أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، نشرة الحصاد من أورينت. أهلا بكم إلى هذا الحصاد ونبدأه بأهم العناوين. بعد مشاركته في الحرب ضد السوريين، اغتيال قيادي بميليشيا الحرس الثوري في قلب العاصمة الإيرانية طهران. جدري القردة يثير مخاوف الإدارة الأمريكية، وبايدن يقول إن الحالات التي تم اكتشافها أمر يجب القلق بشأنه. خشية مصير مشابه لأوكرانيا وعدوان صيني محتمل، اليابان تتحرك دبلوماسيا في شرق آسيا وأوروبا لحشد قادة العالم في صفها. وفي حصادنا أيضاً، بتكلفة 100,000 دولار أمريكي وبرعاية ميليشيات إيران، مصنع جديد لإنتاج الكبتاجون في السويداء. وفي خبر اليوم، دراسة جديدة تكشف أن التغير المناخي في العالم سيؤثر سلباً على ساعات النوم لملايين البشر. تفرج على اخوك شلون عم يتعذب، انت ما عاد بدي منك شيء خلص. وفي صورة سورية، عذب امام والديهما وشهدا على موت الكثير من المعتقلين. أوريان تنقل شهادة اخوين معتقلين في سجون ميليشيا اسد. اهلا بكم الى تفاصيل هذا الحصاد. قتل القيادي في ميليشيا الحرس الثوري الإيراني صياد خدايي بعملية اغتيال في العاصمة طهران. وسائل إعلام إيرانية قالت إن عملية الاغتيال تمت في منطقة سكنية جنوب شرقي طهران. إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن الخداي هو أحد القادة الذين شاركوا في الحرب السورية. وعقب عملية الاغتيال، زعمت إيران أنها اعتقلت أعضاء شبكة تتبع للمخابرات الإسرائيلية. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور نبيل العتوم من العاصمة الأردنية، وهو المختص بالشأن الإيراني. دكتور نبيل، أرحب بك معنا في نشرة الحصاد من أوريان. يعني بالعادة عندما يتم اغتيال أحد الضباط الإيرانيين في إيران داخل إيران، يتم التكتم على الحادثة ربما لأيام أو إلى الأبد. ما الهدف من وراء أو ما الهدف وراء اعتراف وسائل الإعلام الإيرانية بعملية اغتيال الضابط الإيراني الجديد؟ مساء الخير. يعني مساء في واقع الأمر أنا بعتقد أنه يعني هنالك دوافع عديدة لإعلان إيران بشكل فوري عن عملية الاغتيال التي جرت في العاصمة طهران. أولا، أنها جرت في وضح النهار، وطبعا هي بالطريقة التقليدية من خلال راكبي دراجة قاما بعملية الاغتيال، أطلقا 5 رصاصات على العقيد في الحرس الثوري الإيراني. ويبدو أنه كان هنالك متابعة لهذه الشخصية، على الرغم من أنه ليس لدينا معلومات لغاية هذه اللحظة حول خلفية هذا الشخص، متابعة عندما عاد هذا الشخص من سوريا إلى طهران. والإيرانيون ربما إعلانهم يأتي بشكل واضح وصريح، ربما يرتب عليهم كثير من الالتزامات فيما يتعلق بإجراءات الرد، خاصة أن قائد الحرس الثوري الإيراني وحتى المرشد والرئيس إبراهيم رئيسي أعلن أنه في حال استهداف الأمن الداخلي الإيراني سوف يتم الرد. وأنا هنا أذكرك أنه كانت آخر عملية اغتيال تمت في وضح النهار كانت في نوفمبر من العام 2020، عندما تم اغتيال محسن فخري زادة العالم النووي الإيراني، تم اغتياله. وأعلنت إيران بشكل حتى مباشرة أنه تم اغتيال هذا العالم، وقامت بعدد من العمليات التي أعلنت إيران عنها، جزء منها كان ما هو معلن وجزء آخر غير معلن. لكن بعتقد أنه إعلان الإيراني المباشر والفوري سوف يرتب عليها رد فعل مباشر، خاصة مع تعهد إيران بالرد على الجانب الإسرائيلي بشكل مباشر، لأنه تم الاستهداف داخل العاصمة طهران في وضح النهار. هذا يشكل تحدي كبير ورسالة واضحة للحرس الثوري الإيراني والقوى الأمنية الإيرانية ولمرشد الثورة بأن إسرائيل ماضية في عمليات الاغتيال واستهداف البرنامج النووي الإيراني. حتما أنه هنالك
دوافع وراء عملية الاغتيال من جانب إسرائيل، لأنه كان هنالك قبل 3 أيام أعلنت الصحف المحسوبة على الحرس الثوري الإيراني تفكيك ما يسمى بخلية تابعة للموساد الإسرائيلي كانت ترتب لعمليات اغتيال وعمليات تخريب واسعة داخل الأراضي الإيرانية، وبالتالي لا يمكن الفصل بين عمليات الاغتيال التي تمت اليوم وتفكيك الشبكة التي أعلنت عنها الأجهزة. نعم دكتور نبيل، بالعودة لموضوع الضابط صياد، يعني ما الرسالة التي تريد إيران إيصالها من كون هذا الضابط بالتحديد شارك في القتال واعترفت بأن هذا الضابط شارك في القتال في سوريا؟ يعني هنالك رسائل عديدة، يعني رسائل بأن إيران هي مستهدفة بسبب ما يسمى بالدفاع عن محور الممانعة والمقاومة وتصديع رؤوسنا بهذه الأسطوانة المشروخة وبالواجب المقدس وحماية الأضرحة والمراقد، وأن إيران ما زالت تقدم المزيد من التضحيات تلو التضحيات. هذه رسالة للشعب الإيراني. الأمر الثاني أنه يعني بعتقد أنه هي رسالة للداخل الإيراني في ظل وجود احتجاجات واسعة النطاق في معظم الأراضي الإيرانية، هي تريد لفت الأنظار عما يجري داخل إيران باتجاه حدث معين، وهذه أيضا أحد استراتيجيات إيران عندما تريد تحويل الرأي العام باتجاه قضية أخرى. الرسالة الثالثة هي ربما إلى إسرائيل بأنها معنية بالرد، خاصة مع تعهد إيران مباشر بالرد، وأنها لن تقف كما أعلن عن ذلك زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله بأن الإيرانيين سوف يردوا ليس في الوقت والزمان المناسب بل بشكل مباشر، وهذه رسالة اختبار حقيقية للإيرانيين بالرد بأنه فعلا سوف يقوموا بالرد بشكل مباشر كما تعهدت إيران والمسؤولين الإيرانيين وكما تعهد حسن نصر الله. إذن هي وهنالك باتت السياسة الإيرانية والسلوك الإيراني موضع اختبار، على أنني دائما أشكك بأن إيران سوف تقوم بالرد الفكرة بشكل مباشر بل من خلال أذرعها وكلائها وميليشيات الموجودين عبر الفريق الإقليمي. الدكتور نبيل العتوم المختص بالشأن الإيراني كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، نشكرك جزيل الشكر. وفي آخر تطورات انتشار جدر القرود والتي يبدو أنها بدأت تثير مخاوف الإدارة الأمريكية، قال الرئيس جو بايدن إن حالات الإصابة الأخيرة بجدر القردة أمر يجب القلق بشأنه. وأضاف بايدن في أول تصريح له عن المرض أنه مصدر قلق لأن انتشاره سيكون أمراً له تداعيات على حد تعبيره. إلى ذلك عقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا طارئا بهدف اتخاذ تدابير وإجراءات من شأنها الحد من انتشار جدر القرود في العالم. كما أعلنت 11 دولة في أوروبا وأمريكا الشمالية رصد عشرات الإصابات بالفيروس. وللحديث عن ذلك أكثر تنضم إلينا عبر سكايب الدكتورة سحر خميس الأستاذة بالإعلام بجامعة ميرلاند الأمريكية من واشنطن. أهلا بك دكتورة معنا في هذه النشرة، يعني في نشرة الحصاد، يعني بداية ما سبب تزايد المخاوف الأمريكية من جدر القرود؟ شكرا لكم على الاستضافة. بالفعل هناك مخاوف دولية وأيضا مخاوف أمريكية من ظهور هذا الفيروس وهذا النوع من الإصابات الذي ينتشر خاصة بين المثليين، وبالفعل ظهرت حالات عديدة في دول أوروبية كما ظهرت أيضا في أمريكا الشمالية أي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وكان هذا هو سبب قلق الإدارة الأمريكية الذي أعرب عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما قال نحن بالفعل لدينا مخاوف كبيرة. هناك بالفعل الآن عدة مسارات هامة، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية كما نعرف لم يعني تتغلب حتى الآن على الآثار العديدة لفيروس كورونا، ونحن لسنا في استعداد لتلقي نوع جديد من التحديات الصحية وأيضا التحديات الاقتصادية التي من الممكن أن تؤثر سلبا على الولايات المتحدة الأمريكية. فكرة انتشار هذا النوع الجديد من المرض وأنه بدأ تظهر حالات بالفعل في عدة دول كان بالفعل مسار قلق، وبالتالي كانت هناك جهود بالفعل الآن على مستوى World Health Organization أو منظمة الصحة العالمية، أيضا CDC أو مركز مكافحة الأمراض هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذه الجهات الرفيعة المعنية بالصحة العامة تناقش الآن هذا النوع من المرض ومدى سرعة انتقاله. طيب مبدئيا دكتورة، مبدئيا ما بعد الاجتماع الطارئ الذي عقدته منظمة الصحة العالمية إلى ماذا خلصت لمحاولة الحد من انتشار هذا الفيروس؟
هناك الآن جهود كبيرة للتنسيق بين عدة دول بالفعل في هذا المسار، من أهمها سرعة التشخيص وسرعة رصد هذا النوع من المرض في المراحل الأولى، وأيضا عملية أن يكون هناك سرعة في إخبار الجهات المعنية في الدولة التي يظهر فيها هذا المرض، ليس فقط داخليا ولكن أيضا خارجيا، بالتنسيق بين الدول المختلفة، وأن يكون هناك سرعة اتصال وسرعة نقل المعلومات والأخبار بين الدول المختلفة في هذا الإطار، حتى لا يكون هناك كارثة مثلما حدث في فيروس كورونا عندما تكتمت الصين في البداية وكان هناك ضبابية وعدم وضوح رؤية أدت إلى انتشار الفيروس بصورة أصبحت وبائية. وبالتالي في هذه الحالة تحديدا سرعة الأداء وسرعة اتخاذ خطوات وإجراءات هامة وعاجلة في البداية هي أمر هام للغاية للحد من انتشار هذا المرض الجديد. وأيضا كان هناك حوار حول عملية أن يكون هناك منع لانتشار المرض، من حيث عملية أن يكون هناك على سبيل المثال نوع من أنواع التطعيمات أو اللقاحات التي من الممكن أن تحد من هذا المرض، بالإضافة إلى مناقشة أيضا مسارات مختلفة في العلاج وفي مواجهة هذا المرض أيضا، وتنسيق الجهود على جميع المسارات الصحية والاقتصادية والمالية في هذا الإطار. نعم، وصلت الفكرة دكتور. الدكتورة سحر خميس، أستاذة الإعلام بجامعة ميريلاند الأمريكية، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في ملف آخر، أجرى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا جولة دبلوماسية في جنوب شرق آسيا وأوروبا لحشد قادة العالم في صف بلاده. جولة كيشيدا تأتي في وقت تتشابه به تصرفات روسيا العدائية تجاه أوروبا مع توسع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي بحسب تقارير لوسائل إعلام عالمية. وعبر كيشيدا في بيان مع زعماء الاتحاد الأوروبي عن قلقهم الشديد بشأن التقارير التي تتحدث عن العسكرة والإكراه والتخويف الذي تمارسه بكين في بحر الصين الجنوبي. ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اليابان في المحطة الثانية من رحلة بدأها في كوريا الجنوبية لتعزيز التحالفات الأمريكية في آسيا. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان العميد موسى القلاب الخبير في الشؤون الاستراتيجية. عميد موسى، أرحب بك معنا في نشرة الحصاد من أورينت. يعني هل اليابان تتخوف من مصير مشابه لأوكرانيا، وما إمكانية حدوث مثل هكذا سيناريو؟ باعتقادي اليابان لا تتخوف من مثل السيناريو الذي يحدث في أوكرانيا من قبل روسيا، فاليابان لا تتخوف من روسيا حقيقة ولا تتخوف من الصين. اليابان حليف رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى كوريا الجنوبية ودول شرق آسيا. اليابان عضو في الرابطة الأمنية للمحيطين الهندي والهادي بالاشتراك مع أستراليا ومع الهند ومع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا المؤتمر الذي سيحضره بايدن في طوكيو سيضم هذا المؤتمر الرباعي كواد، وباعتقادي هنالك اقتراحات وتوقعات بأن تنضم كوريا الجنوبية لمنظمة كواد. نعم عميد موسى، يعني هل تستطيع اليابان بحديثك، هل تستطيع الرد على أي استفزاز تقوم به الدول ضدها إن كانت الصين أو روسيا مثلا؟ باعتقادي اليابان عسكريا قادرة على الرد على أي تهديد. اليابان تقول كثير من المصادر والمراجع البحثية أن لديها قنبلة نووية غير مكتملة، يعني هي مفككة وأجزاء القنبلة النووية موجودة، وهي فقط بصدد تركيبها واستخدامها إذا ما تعرضت إلى تهديد سافر من قبل روسيا أو الصين. القضية حقيقة اليابان منزعجة من تصرفات كوريا الشمالية وليس من روسيا أو الصين، ولكن نتيجة للتوترات التي حدثت على الجبهة الأوروبية في أوكرانيا من قبل روسيا وحربها في أوكرانيا، ربما يعني تثير مخاوف لدى الكثير من دول آسيا وشرق آسيا وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. ويعني زيارة بايدن لليابان ولكوريا الجنوبية بهذه النقطة عميد موسى، يعني ماذا يريد الرئيس الأمريكي جو بايدن إيصاله من رسائل من زيارته لليابان؟ باعتقادي الرسالة الأولى واضحة، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسى ولن تتناسى ولن تنشغل بما يحدث في أوكرانيا، فجبهة
المحيط الباسيفيك، المحيط الهادي والمحيط الهندي أيضا مهمة جدا، وباعتقادي أن حلفائها أي حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية لن يتعرضوا لأي مخاطر كما تعرضت أوكرانيا. بالطبيعي طبيعي أنه يعني وضع اليابان مع الولايات المتحدة الأمريكية مع دول آسيا وشرق آسيا ليس كوضع أوكرانيا أبدا. أوكرانيا وضعها ضعيف وشجع روسيا على مهاجمتها، بينما اليابان معروف يعني مدى قوتها وترابطها وتحالفاتها مع دول آسيا. نعم، العميد موسى القلاب الخبير في الشؤون الاستراتيجية كنت معنا من عمان، أشكرك جزيل الشكر. أعلن الجيش الأردني إحباط محاولات جديدة لتهريب كميات ضخمة من المخدرات قادمة عبر الحدود مع سوريا. وبحسب بيان للقوات المسلحة فإن المنطقة العسكرية الشرقية نفذت عملية نوعية ضبطت خلالها أكثر من 600 ألف حبة كبتاجون وكميات كبيرة من الحشيش وأسلحة رشاشة. جاء ذلك بعد اشتباكات أسفرت عن قتل 4 من المهربين وإجبار الآخرين على الفرار باتجاه الداخل السوري. هذا وحذر ملك الأردن عبد الله الثاني من تصعيد محتمل على حدود بلاده مع سوريا بسبب ما سماه ملء إيران ووكلائها الفراغ الروسي في جنوب سوريا. ونبقى في ملف المخدرات، حيث تعتزم ميليشيا حزب الله إنشاء مصنع جديد لإنتاج الكبتاجون شمال محافظة السويداء. مواقع محلية قالت إن تكلفة المصنع تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي، وتهدف الميليشيا من خلاله إلى تسريع عمليات إنتاج الكبتاجون وتهريبها إلى الأردن. نتابع. مصنع جديد لإنتاج الكبتاجون تعتزم ميليشيات حزب الله وبمعاونة ميليشيات أسد بناءه في إحدى البلدات شمال مدينة السويداء. تبلغ الكلفة التقريبية للمصنع حوالي 100 ألف دولار أمريكي، والذي يهدف إلى تسريع عمليات إنتاج الكبتاجون وتهريبه إلى الأردن عبر مجموعة التهريب المحلية. طبعاً بحسب شبكة السويداء 24، شهد عناصر من حزب الله المنحدرين من مدينة بعلبك اللبنانية مؤخراً وبشكل متكرر في محافظة السويداء للإشراف على بناء مصنع الكبتاجون الجديد. كما أكدت الشبكة أن الميليشيات عمدت إلى نقل المكبس، وهي الآلة المخصصة لإنتاج الكبتاجون، من ريف حمص إلى السويداء. تنتشر في القرى الحدودية مع الأردن أكثر من 20 مجموعة متخصصة في تهريب المخدرات، تعمل بطريقة لا مركزية وتوزع المهام فيما بينها لضمان نقل وتهريب المخدرات إلى خارج الأراضي السورية عبر الأردن عن طريق عناصر يتبعون لجماعات مسلحة محلية لها نفوذ في مناطق انتشارها. بحسب ما أوردته السويداء 24، فإن المجموعة المسؤولة عن تهريب الكبتاجون عبر الحدود الأردنية غالبا ما تكون من أبناء العشائر الذين يتم تجنيدهم ويعملون على نقل بعض الشحنات سيرا على الأقدام. الجدير بالذكر أن الفرقة الرابعة وميليشيات حزب الله حولتا محافظتي درعا والسويداء إلى نقطتي عبور للمواد المخدرة باتجاه الأردن ودول الخليج العربي بعد سيطرتها على الجنوب السوري عام 2018 وانحسار سيطرة فصائل المعارضة عليه. زيادة إنتاج الكبتاجون والمواد المخدرة ستؤدي إلى انخفاض سعرها، ما يزيد الطلب عليها ويزيد من إقبال الشباب على تعاطيها، الأمر الذي يهدد أهالي السويداء بشكل مباشر من انتشار أعداد المدمنين في المدينة وما حولها، إضافة لإغراق المنطقة بالمخدرات بشكل كبير. فهل سنشهد حركة ضد هذا العمل من أشراف السويداء ومشايخها؟ أم سيكتفون بالنظر إلى ما ستؤول إليه الأمور؟ حصر محتجون غاضبون مقر الشرطة العسكرية في مدينة الباب شرق حلب، وذلك بعدما أطلقت سراح عنصر سابق في ميليشيا أسد مقابل رشوة مالية. تصعيد الأهالي جاء بعد انتهاء المهلة التي منحها أهالي المدينة لقيادة الجيش الوطني لمحاسبة المتورطين. إذن من جديد هنا نحن الآن مباشرة في مدينة الباب، تحديدا أمام فرع الشرطة العسكرية. يستمر هنا أهالي مدينة الباب والثوار من كل القرى والمحافظات بالاحتجاج ردا على ما قام به قائد الشرطة العسكرية عبد لطيف الأحمد، وهو إخراج شبيح من الفرقة الرابعة
مقابل مبلغ قيل أنه 1500 دولار. ألتقي هنا المتظاهرين والمحتجين لتفاصيل أكثر حول هذه القضية. السلام عليكم. عليكم السلام. آخر تطورات بداية نشكر هذه الجهود وهذه الأبطال اللي ما زالت يعني نواة لحتى تكون يعني سد منيع أمام أي مؤامرة على هذه الثورة وأي تدخل بهذه الثورة شؤونها. اليوم القرار اللي عم نشوفه قرار ثوري، قرار سوري بامتياز. اليوم قرارنا ومطالبنا واضحة، محاسبة المجرمين، محاسبة هؤلاء اللي عم بيساوموا على دماء الشهداء وعم بيساوموا على المعتقلات وعلى المعتقلين. اليوم الخيمة بنيت في شارع، بكرة ما عاد في خيم، بكرة نعم راح يكون في عصيان مدني، ولكن احنا نتمنى من الجهات الرسمية والجهات المسؤولة انها تراعي حقوق الناس. اليوم هاي المؤسسة العسكرية هي مؤسسة لنا، واللي اكتشف هذه الجريمة هو احد ابطال الشرطة العسكرية. يعني نحن ما عرفنا من كيفنا، لا احنا عرفنا من ضمن صفوف هؤلاء الشرفاء اللي موجودين داخل الشرطة العسكرية. واليوم وهاي كمان لاخواننا في قناتكم، اليوم يمكن يطلع بيان من داخل الشرطة العسكرية من قبل عناصر من الشرطة العسكرية تؤيد هذا الحراك الشعبي المدني. هذا المطلب مطلب ثوري للي عسكري وللمدني وللقائد وللمسؤول للإداري وللمنظمات. هاي مطالب الشعب. واليوم انت عم بتقول انه هل في تواصل؟ في تواصل. انا شو بدي مرحبا وشلونكم؟ انا ما بدي مرحبا وشلونك، انا بدي اقول لي نعم يا اخوان يا ابطال يا اهل المحرر، نحن رضخنا ان شاء الله لمطالبكم اللي هي نفس مطالبنا. بدنا هيك القائد يطلع يقول. واليوم في لجنه ضابطه لموضوع الاعتصام وهم المسؤولين بموضوع التواصل. انا وغيري نحن متظاهرين، نحن لسنا يعني اصحاب احتجاج، نحن مثلنا مثل اصغر طفل موجود اليوم عم يطالب بحقه. الله يبارك فيك. الله يعطيك العافيه. اذا يعني كما شاهدنا الان الاحتجاجات مستمره ومتواصله الى ان ينال يعني الفاسدين جزاءهم على حد تعبير المتظاهرين. محمد هارون لأورينت نيوز، الباب، ريف وحلب الشرقي. خبرنا لهذا اليوم عن النوم، فقد خلص دراسة جديدة إلى أن تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة في العالم ينعكس سلبا على نوم ملايين البشر. الدراسة التي نشرها باحثون في موقع ون إيرث توقعت أنه بحلول عام 2099 سيفقد كل شخص في العالم 58 ساعة نوم سنويا ما لم تنخفض الانبعاثات الحرارية. وبحسب دراسة أيضا فإن سكان المناطق الدافئة والفقيرة التي يقل فيها توفر المراوح وأجهزة التكييف سيكونون أكثر عرضة لنقص ساعات النوم. الدراسة كشفت أيضا أن دقائق النوم اليومية تقل بمعدل 14 دقيقة عندما تزيد درجة الحرارة على 30 درجة مئوية، وهو ما يمكن أن يؤثر على الرفاهية العقلية والعاطفية والجسدية للمتضررين. وفي صورتنا السورية لليوم، عذب أمام والديهما وشهد على موت الكثير من المعتقلين في سجون ميليشيا أسد. كاميرا أورينت التقت بالمعتقلين السابقين مهند عبد الرؤوف أيوب وأخيه محمود ونقلت شهادتيهما. نتابع.
أمانتك إيش خالد؟ وين الورقة اللي أعطيتك إياها؟ أعطوك إياها وقت اللي دخل؟ قلت له مع أخي مهند، خلي أخوك مهند هون؟ هون أنا حسيت إني غلطت. راح مباشرة جابوا له مهند، قال لي أنت ما عاد بدي منك شيء. ما عاد بدي منك شيء، بتقعد هون تتفرج على أخوك شلون عم يتعذب. أنت ما عاد بدي منك شيء، خلص انتهى تحقيقك. بأحد المواقف بالفرع الأمن العسكري يعني هذا أثر فيه كثير. في شاب اسمه عمر شنات من تلبيسة، مدينة تلبيسة، ضل يضربه 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 ويشبحه يشبحه، هذا 3 أيام يشبحه لورا. المهم ساعة ساعتين ما عدنا نسمع صوته، شالوا بالبطانية، جاب الصخرة شالوا بالبطانية وزادوا جوا، وضل يومين بالزنزانة ميت. نقول له للسجان هذا ما ميت إلى جهنم إن شاء الله بتموتوا كلكم. طلعت، بس هذا العذاب أنا ما بنساه بحياتي، يعني تعذبت موت. بعد هاي الأفرع اللي فتلت عليها والقضايا اللي خلصت منها، يعني كذا فرع روحت عليه وكذا قضية وخلصت من كذا دعوة، وآخر شيء بتفاجئ إنه حط اسمي النظام إنه أنا طالع بالعفو. الله فرج عنا من هالزنازين النظام الظالم، وإن شاء الله عقبال كل معتقل الله يفرج عنه، وعلى كل أم بعيد عنا ابنها يرجع لحضنها بإذن الله تعالى. يعني رغم قصص المعتقلين وحدها كفيلة بقيام 1000 ثورة ضد نظام الإجرام في سوريا، نظام ميليشيا أسد. الحمد لله على سلامة مهند ومحمود والحرية لجميع المعتقلين. نعم، نتمنى الحرية لكل المعتقلين والمعتقلات والمغيبين قسرا في سجون كافة الأطراف في سوريا. بهذا نكون وصلنا لختام الحصاد. إلى اللقاء. إلى اللقاء.